دلوقتي يجي ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده. النهارده اخر يوم في اختبارات المتقدمين لوظائف ال 30,000 معلم. كمان النهارده هيتم فتح جميع المتاحف الاثريه بمحافظات الجمهوريه مجانا امام الجمهور، وده بمناسبه يوم السياحه العالمي وبمناسبه ايضا مرور 200 عام على نشاه علم المصريات. النهارده ايضا منتخب مصر هيواجه منتخب ليبيريا في ثاني المواجهات الوديه الساعه 8 مساء على استاد برج العرب. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فتختتم وزارة التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختبارات المتقدمين لوظائف 30,000 معلم. النهاردة هيكون في مؤتمر صحفي افتراضي عبر شبكة الإنترنت الساعة 4 العصر للصحفيين المعتمدين لدى سكرتارية الاتفاقية لتقديم إيجاز صحفي عن الطريق لمؤتمر قمة المناخ اللي هيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. النهارده هيتم فتح جميع المتاحف والمواقع الاثريه للزياره امام الزائرين مجانا بجميع محافظات الجمهوريه، وده بمناسبه يوم السياحه العالمي ومرور 200 سنه على نشاه علم المصريات. لعشاق الكره المصريه موعدهم النهارده الساعه 8 مع لقاء منتخب مصر الودي امام منتخب ليبيريا على استاد برج العرب بالاسكندريه في ثاني مواجهات المنتخب الوطني الوديه خلال فتره التوقف الدولي الحاليه تحت قياده المدرب البرتغالي روي فيتوريا.